حاجتين مش فاهم ده كده. يلا كملي يا عسل. قلنا النمبر ده هنفصصه جوه هنا. هناخد فيها كام؟ 4 هناخد فيها 4 0. هناخد فيها 3 ديجيت. اشمعنى 3 ديجيت؟ عشان هنعمل ديفايدد مع مين؟ نعمل ديفايدد مع 3 ناخد 3 اول واحده. نعمل مع 2 ناخد 2. نعمل مع 1 ناخد 1. هنا بنعمل مع 3 يبقى هناخد 4 0. الباقيين هنقسمه على الخلايا. هنا 8 ال 8 ال 0 ال 0. ويا ريت تكتبهم في نص الخانه بعد لو سمحت. يلا اتفضلي يا عسل. الخطوة الثانية نعمل ايه بقى؟ التيبل بتاع 145 تايمز 145 وصلنا للمحروس لسه كمل 145 تايمز 2 2 تايمز 5 يا جماعة هي بس 0 كاري 1 2 تايمز 4 8 معنا 1 9 2 تايمز 1 2 وصلنا للمحروس لسه 145 تايمز 3 تايمز 4 2 معانا 1 17 0 كاري 1 3 تايمز 1 3 ومعانا 1 4 وصلنا للمحروس قربنا بس لسه لازم على 2 145 تايمز 4 4 تايمز 5 0 كاري 2 4 تايمز 4 16 معانا 2 17 18 8 2 كاري 1 4 تايمز 1 معانا 1. كده احنا عدينا المحروس ما ينفعش هناخد مين؟ اللي فوق دي واللي جنبها الصغير فوق والكبير تحت. اسمعي بعد اذنك يا قمر ناخد لاين ونعمل ماينس 0 ماينس 5 مش هتنفع 4 ونستلم من الفور تبقى 3 وهنا يبقى 10 10 ماينس 5 5 و3 ماينس 3 وهنا 0. خلصنا الخلايا دي نروح على اللي بعدها. هنكتب 0 فوق نروح بايدينا فاضيه لا احنا بنجيب معانا ال 5 ناخدها نحطها على الشمال هنكتب من الشمال كام النمبر ده؟ 58 موجوده هنا هل ينفع تيجي هنا اصلا؟ يبقى دي مش هتعمل ديفايد يكتب عليها ايه؟ 0. نروح للخانه اللي بعدها بايدينا فاضيه؟ لا ناخد هنا نحطها برضه على ايدنا الشمال. شفتي موجوده اهي الحمد لله. هناخد المحروس والفور الفور بتبقى يبقى نجيبها كلها 0 اهي وهنا تبقى ده لاين وماينس 0.